مرحب بخبرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. تحياتي لكابتن العلي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن. خلينا اول نقول طاقم التحكيم كابتن ايمن وهو امين عمر. يمكن اول مباراه لامين عمر كابتن علاء يديرها للنادي الاهلي في من بدايه الموسم، يمكن الوحيد من الحكام الدوليين هو اول مره النهارده بيديرها للطاقم للنادي الاهلي. كان معاه الكابتن احمد حسام مساعد رقم واحد. يا ريت نجيب الحكام. احمد حسام كان المساعد رقم واحد، ومعاه طبعا الحكم الكبير سمير جمال ومحمد العتباني حكم رابع. كان على الفار محمد سلامه ميدو وهنا فتح. طبعا معانا الحالات طبعا كتيره، ولكن معانا حاله كابتن ايمن هنتكلم فيها. في حاجه اسمها البروتوكول. صح. البروتوكول دوت اللي هو امتى يتدخل وامتى ما يتدخلش، وامتى يسيب الحكم لحالات معينه وامتى ما يسيبش الحكم لحالات معينه. خلينا بس نمشي واحده واحده ونشوف الحاله الاولى في المباراه. هنا نشوف الحاله الاولى هنا، تمام، اللي هي هدف الاهلي، الهدف للنادي الاهلي. سؤال كابتن احمد بلال، انا بتكلم في البروتوكول. خلي بس نقف بس عشان بس نشرح واحده واحده. هنا الكره بتتنطط. طبقا للقانون كابتن علاء يجب ان الكره تكون ثابته. مش كلام يا كابتن، ده القانون. القانون والبروتوكول يعني ايه الحاجتين. طبقا للقانون يجب في كل الالعاب الثابته يجب ان تكون الكره ثابته، وعشان تبقى في لعبه يا كابتن اسامه تلعب وتتحرك بوضوح. هنا الكره مش ثابته. دي شغلة مين يا كابتن؟ دي شغلة مين؟ حكم. الحكم. أنا حكم مباراة. أنا من الأول خالص طالما أنا شايف إن الكرة هنا مش ثابتة، نرجع تاني بعد إذنك، بعد إذنك، بعد إذنك. وقفها ويعيدها. أنا تيت 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 أوقف وأستأنف. دي شغلة الحكم. طيب، عدت الكرة كويس؟ البروتوكول بيتدخل فيها يا كابتن؟ عمره ما بيتدخل في الاستئناف. سؤال يا كابتن، لو الكرة خارج منطقة المنطقة الركنية. خارجه واتلعبت وكانت جون، دي شغلة مين؟ الحكم المساعد والحكم. البروتوكول لا يتدخل يا كابتن ايمن، البروتوكول لا يتدخل. انا بس عاوز اقول بس عشان بس الناس تبقى عارفه. ايوه. القانون لا يسمح بان كره، ده القانون. ايوه. كره الحكم سمح بيها وراحت اتنقلت مره واتنين وجت جون، انا كفار ما اتدخلش فيها، دي شغله الحكم. ما اتدخلش خالص. ده البروتوكول بيقول كده. بالظبط كده. سؤال، لما نيجي نقول بعد اذنك بس وقف اللعبه، لو ركله جزاء يا كابتن علاء، الفار بيتدخل فين؟ لما الحارس يتحرك. مظبوط. طب دخول اللاعبين اثناء التنفيذ، قبل التنفيذ، دخل اللاعبين هنا من هنا، دي شغله مين؟ الحكم. مظبوط. اذا هنا في واجبات على الفار وفي واجبات على حكم المباراه. طيب، اي طرق استئناف دي شغله الحكم. كويس. في الكره دي هل الفار كلمه ولا لما لعيبه البنك الاهلي قالوا له روح للفار هو راح للفار؟ اداري الاهلي، اداري ال، بص يا كابتن، هو هنا الفار الفار اعتبر ان ده هدف جه وفي حاله خاطئه قبل الهدف. كويس. ولكن هو احنا بنقول الهدف امتى يتدخل الفار؟ لو هدف جه وفي مخالفه مثلا، لمس الكره بالايد ماشي، عرقله ماشي، المخالفه من بره ما يعني، دي كلها الفار بيتدخل فيها. انما كره ثابته يا كابتن، قلنا الكره الثابته او الاستئناف ده من شغل الحكم. تدخل هنا الفار يا كابتن ايمن تدخل يعني اوت اوف بروتوكول، يعني ايه؟ ملوش ان هو يتدخل في الحالات اللي هي شغل الحكم. كويس.